اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا، هنعمله بطريقه مختلفه غير اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. معانا جمبري ومعانا الكابوريا، وهنعمل رز صياديه، حاجه كده احسن من بتاعه المطاعم. فرحي ولادك وفرحي بيتك وباقل التكلفه ممكن تعمليه في البيت. يعني الناس اللي بتقول بتجيب منين وبتعمل منين، بصوا يا جماعه هو ربنا وحده هو اللي بيبعت الرزق، وفي حبايب كتير وعايزين نعمل لهم اكل وعايزين نعمل لهم حاجات بفضل ربنا، يعني عشان انا اكل كويس فالحمد لله ربنا. بصي سيبي كل واحد، خدي بس الطريقه وخدي ازاي بعمله، بلاش تخش في تفاصيل وجايبه منين وبتعمل ايه. دعوا الخلق للخالق وربنا يعين كل واحد على حاله. وزي ما قلت لك انا بطبخ الفرخه وانت بتطبخ الفرخه، الفرق اللي بيني وبينك ممكن اعمل من الفرخه دي اعمل منها نص مشوي واعمل منها نص ستريبس، وهتعمل رز مبهر باقل تكاليف، وهتعمل احلى واطعم صينيه معاكي او سفره هتبقى جميله جدا جدا وهتفرح بها اولادك. الفرق بيني وبينك ان انا بخترع، يعني بشكل في الاكل، فهو والله التكلفه واحد. اللي معايا زي يعني اللي ربنا رزقه فرخه يعملها كلها نوع واحد، زي اللي ربنا رزقه فرخه ويعملها كام نوع، الفرق في العمايل مش اكتر من كده. واحنا الغرض من القناه ان احنا نتعلم من بعض، ولو حد عنده طريقه مختلفه غير اللي انا عاملاها يقول لي عليها وانا اجربها وهقول ان هو من طريقته. فسيبوا كل داعي الخلق للخالق، وكل واحد ربنا يعينه على حاله. وانا بحبكم جدا والله والله، بحبكم في الله، وربنا وحده اللي عالم وشاهد. فعشان ما اطولش عليكم في المقدمه وانا اسفل الاطاله، تعالوا اما نشوف مع بعض هنعمل الجمبري والكابوريا ازاي، وان شاء الله يعجبكم وهتجربوه، هتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. وقبل ما نروح في اي حته ما ننساش اللايك والشير للفيديو ولايك واشتراك للقناه علشان يوصلكم منا كل جديد. يلا بينا كده نسمي الله ونبدا مع بعض. غسلنا الجمبري زي ما انتم شايفين غسيل تمام وبخل وليمون وظبطتيه وكده تمام جدا جدا جدا. نشيل دي بس كده. هنعمل عليه ايه؟ هنولع النار. بسم الله. دي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي قبل كده. معانا بصلة. بسم الله. بصلاية حلقة صغيرة كده، مش قوي. وده لو انت عايزة تحتفظي بالمية اللي هتنزل منه بس يبقى كده تمام. لو انت عايزة تزودي له مية وهتاخدي منه زي ما انا هاخد كده للرز، لان انا هعمل الرز بشوربة الجمبري، تزودوا له ميه وهنشوف هنزود مع بعض ايه خطوه بخطوه كده علشان ما تتوهيش مني، وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. الناس اللي بتحب الجمبري ومن عشاق المأكولات البحريه هتلاقي الموضوع معاكي فل، وهتجيب له المطبخ لعند البيت. وزي ما بقول لكم ما ننساش كده نخدم بعض كده، ولايك وشير للفيديو واشتراك في القناه علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ويا رب كل واحد يحقق اللي نفسه فيه، ويا رب كل واحد يحقق اللي بيتمناه. وصدقيني مش انا بس، الموضوع مش هياخد منك حاجه، بس في ناس فعلا بتعمل القناه دي عشان فعلا محتاجاها، حتى بعيد عننا في ناس كتير بتعمل القناه دي عشان فعلا محتاجه القناه وفعلا محتاجه ان هي تزود دخلها بيها. فيا ريت ما نبخلش على الناس، فعلا الامور بتبقى مكلفه والدنيا بتبقى معاهم كده صعبه شويه. فيا ريت يعني اي فيديو تتفرج عليه وتحس ان هو فعلا عجبك ما تنسيش لايك وشير، وتظبطي الدنيا كده. انت مش هتخسي، او ان انت مش معنى هتخسي، لا انت يعني ايه، الموضوع مش هيستصعب عليكي حاجه، بس هتفيدي جدا 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 الناس اللي هي فعلا فاتحه قنوات صغيره وتكبر بيكم ان شاء الله. عملنا بصله زي ما قلت لكم، بصله واحده بس، وطماطمايه اهي زي ما انتم شايفين بقطعها مكعبات صغيره. وادينا بندردش مع بعض كده بدل الصمت اللي احنا نقعد نطبخ فيه. انت عارفين اوقات المطبخ من الناس اللي بتحب المطبخ والناس اللي ما بتحبش المطبخ، لو اتفرجت على القنوات ان شاء الله وعملت اكلي السهل البسيط ده ان شاء الله هتحبه وهتعشقه كمان وهتبهري جوزك. اسالينا انا. اخدت حته فلفل بارد زي ما قلت لكم، واللي متابعيني عارفين ان الشط عندي من المستحيله شويه. فيا سلام لو انت عندك قرن فلفل حراق كده، قرن شطه حراق تحطيه عليها، يبقى جميل جدا جدا على حسب ما انت بتحبي. لو ما بتحبي زي حالتنا كده ممكن تعملي قرن فلفل روم زي ما عملنا. شايفين ما شاء الله حطينا بصله وطماطمايه وفلفل بارد
ومعانا بسم الله الرحمن الرحيم كمون وكزبرة والملح بتاعك. طبعا احنا عارفين السمك يعني توم، ومعايا معلقة توم اهي صغيرة، وهنقلب كل ده ببعضه كده. شايفين اللون بتاعه؟ احنا عارفين ان الجمبري ما بياخدش وقت كبير في التسويق اهو، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه كده بقى يستوى في ميته لحد ما ينزل الميه بتاعته شويه كده، وبعد كده هنضيف له زي ما قلت لكم انا عاوزاه ليه ميه، هنضيف له حوالي كده لتر ميه علشان اخد منها للرز. ده كده تمام. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكابوري. تعالوا بقى مع بعض نعمل الكابوري. شفتوا نفس البصل والفلفل والطماطم، ممكن تعملي الكابوريا نفس بالظبط ما انت عملت الجمبري بنفس الطريقه وبنفس الوضع لو انت عايزه لها شرب. انا هنا اعملها طاجن وادخلها الفرن، هتبقى معاكي ان شاء الله جميله جدا جدا جدا. تعالوا بقى نحط البهارات بتاعتنا. بسم الله، نفس البهارات بالظبط، ملح وكزبره وكمون وهناخد معلقه ثوم صغيره زي ما قلت لكم. دي نفس البهارات بتاعه اللهم صل على النبي بتاعه الجمبري، زي ما حطيت بهارات هنا هتحط بهارات هنا. وهنرصها بقى مع بعض في الطاجن ونلفه كده بالورق السلوفان وندخلها الفرن. زي ما قلت لك لو انت عاوزه تعمليها نفس الطريقه نفس ما عملتي الجمبري وتطلعي لها شوربه بتبقى حلوه برضك، لو مش عايزه تطلعي لها شوربه زي ما انت عاوز نفس الطريقه دي تقدري تعمليها كده وتقدري تعمليها كده. بس انا قلت نغير مع بعض كده وندخلها الفرن. نرصها كده زي ما انتم شايفين، جميلة جدا 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 شكلها، بس كده يفتح النفس. وهندخلها الفرن وهتشوف النتيجة مع بعض. شايفين ما شاء الله الجمال، وشايفين المية اللي فيه. لو انت عايزة تحتفظ بالمية دي بس اوكي ماشي، يبقى كده تمام. هو بيستوى بسرعه جدا زي ما احنا عارفين. لو انت عايزه تزوده ميه زي ما انا هزود كده، بسم الله هزود ميه علشان انا هحتاج الميه دي زي ما قلت لكم للرز. حطيت حوالي لتر ميه. تظبط الملح بتاعه، شايفين الجمال؟ تتاكد ان الملح بتاعه مظبوط علشان اقل من 3-4 دقايق كده وهنفصل. اهو ما شاء الله كده، وهنبدا نجهز الرز معانا على ما ده يقلب. وزي ما انتم شايفين كده فرمت بصله، قطعت بصله تقطيع صغير وخدت اللون الغامق اللي احنا عايزينه، وهنزل وحطيت عليها معلقه ثوم صغيره وخدت لون اصفر كده بسيط، وهنزل عليها بشوربة الجمبري. بسم الله بسم الله بسم الله. هاخد كرنبين اتنين بس كده او ثلاثة، وطبعا بسطتهم زي ما انتم شايفين كده عشان الرز بتاعك يبقى رايق ما شاء الله وجميل. وهزود عليهم كوباية مية اهي، ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده مع ال نضيف عليها البهارات. معانا كزبره وكمون والملح بتاعك، وما ننساش ما نكترش ملح قوي كده، ما ننساش ان الشوربه بتاعتنا فيها ملح. ساعه ما تحطيه كده وتظبطيه وتسيبها تتسبك وتحط الرز بتاعك
تدوقيها وتشوفي حدقها عامل ازاي قبل ما الرز ينشف منه. كوبدة يتلد واحنا كده ما شاء الله طفينا على الجمبري، شربته جميله جدا وطعمها حلو قوي، وهو كده تمام خلص، ما ياخدش منك اكتر من 10 دقائق لربع ساعه، وبقى جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. احنا كده خلصنا من الجمبري، حتى لو عملتيه بدري في عزومه او في حاجه بيبقى عندك وقت ان انت تسخنيه. والرز معانا بيستوى، والكابوريا في الفرن هنشوفها مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما السبكت حل ولونه غمق، هو ده اللون اللي احنا عايزينه، هنبدا ننزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز والعيار ده على حسب ما انت عدد افراد اسرتك، يعني على حسب ما انت بتعملي. نظبط لها الميه بتاعتها. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين كده الملح بتاعها مظبوط، ونسيبه يستوى معانا بقى. تعالوا بقى اما نغرف الاكل بتاعنا، هنعمل مع بعض الاول سلطه البرنجان كده او البابا غنوج. نحط حبه زيت، وهنحط معلقه ثوم صغيره، شوية كمون، شوية كزبرة، ملح، وهنحط طحينة. شايفين الجمال؟ ودي النتيجة معانا. معانا الرز والجمبري تحفة جدا جدا وطعمه خطير خطير. شايفين طاجن الكابوريا تحفه جدا وشكله يشرف قدام ضيوفك. ومعانا سلطه البرنجان زي ما قلت لكم، ومعانا الشوربه، ما اقدرش اتخيل لك شوربه طعمها تحفه، طعمها وحدها جميله جدا جدا جدا. ومعانا الرز حاجه ولا في الخيال، طعمه حلو جدا 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 بجد. الاكل جميل جدا جدا، وجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله، وأشوفكم على خير.